السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس اللي داخل المغرب أو خارج المغرب، معكم في هذه الحلقة هذه جديدة ديديس. يعني كنت عاهدتكم بالجزء الثاني كما عودت لكم في الحلقة الأولى ديال أصحاب الغبرة، دابا غنعاود لكم على الجزء الثاني اللي كنت قلت لكم راه باقي الجزء الثاني غنعاود لكم عليه. يعني الجزء الثاني داخل الحبس. يعني وسط الحبس، يعني كتعرفوا هاد صحاب العبره ملي تيتشدوا وسط الحبس، يعني ماشي تيكونوا كايها مشجون لا كايها كذا، يعني كتكون واحد شويه ديال يعني السبعينات. يعني كنعاود لكم انا السبعينات، يعني انا ما تنقولش لكم انا يعني في هذا الوقت ديال دابا، انا راه كنهضر لكم ديما على السبعينات. يعني الوقت كل وقت ووقته، يعني السبعينات بحدها وعام 2021 بحدها، انا كنهضر لكم على السبعينات. يعني السبعينات كيفاش كانوا كيعيشوا معنا اصحاب الغبره داخل الحبس داخل السجون. يعني كانوا حتى هما يعني تيكونوا واحد شويه زايد نغزه، يعني شكون يعرف هاد زايد نغزه غيعرفوا غير المشاجن، يعني تيكونوا عايشين وسط الحبس زايد نغزه، يعني كل شيء تيكون موفر عندهم. يعني ديك الساعه كان بدون ما نتناقشوا على شي حاجه كان على الراديو سيس، يعني اللي عنده راديو سيس في ذاك الوقت راه يعني ما عادش عنده، واللي عنده الجورنال في ذاك الوقت ما عادش عنده، واللي عنده غير الحجر ديال الراديو يعني بحال ما عادش عنده. يعني هاد الناس ديال الغبره يعني كي الامكانيات كيكون عندهم الراديوات سيس، تيكونوا عندهم لي زيكوتور السناطات، تيكون عندهم الحجر ديال الراديو، تيكونوا عندهم الجورنالات، يعني كيتبعوا حتى هما الاحداث كيما لداخل كيما برا غير داك راديو سيس. وتعرف داك الوقت ديال السبعينات يعني الاخبار ديال المغرب كامل راه كدوز غير في الراديو، يعني اي حاجه كدوزها في الراديو. يعني هادشي اللي نعاود لكم انا صحاب الغبره، يعني صحاب الغبره تيكونوا عايشين شويه بزيد، يعني زايد واحد شويه على المشاجين العاديين. علاش تتكون الفلوس بزايد؟ بدون بدا ما نسمي لكم انا يعني اش كيكون وسط الحبس، يعني داك التعامل اللي كيتعاملوا مع موظفين ولا كيتعاملوا مع السجناء ولا هادي، ما عندنا حنا علاقه في هذا الشيء. يعني العلاقه ديالنا حنا اللي كنبينوا وهو يعني كيعيشوا مزيان، اللي بغاها كيصيفط عليها تجيلو، اللي خصاتو كيصيفط عليها تجيلو، يعني تيكونوا عايشين شويه زايدين واحد شويه على المشاجن. يعني الناس اللي كتكون عندها الفلوس ماشي هي اللي ما كتكونش عندها الفلوس، كاين اللي كيتشد كاع على الحشيش ولا كيتشد كاع على التبزنيس ديال الشراب ولا كيتشد حتى الكارو، ما كيلقاش يكمي وسط الحبس ذاك الوقت ديال السبعينات. يعني العلو معروف بهذا الشيء هذا، يعني انا تهضر لكم على الناس اللي في يدهم الشغل، يعني الناس اللي في يدهم الشغل في السبعينات اصحاب العبره يعني عايشين بواحد المعيشه، يعني تتكون واحد المعيشه عندهم يعني زوينه شويه. عاودت لكم ماشي يكون عندهم بلا ما نبقى نكرر الهضره ديالي. وكاين اللي الكارو ما لقاش، تتعرف العلو ماشي هو هذا الحبس ديال هذا الوقت دابا، يعني هذا الوقت دابا يعني السجون تحسنات، يعني اللي بغيتيها تشريها، يعني اللي بغيتيها دانون، بغيتي الكارو، اللي بغيتي البيض، اللي بغيتي تشري تشري. يعني دابا الوقت شويه تطورت، ماشي تنهضر لك انا على هذا الوقت هذه، انا ديما كنهضر لكم على السبعينات، يعني باقي ما لحقتش لكم انا لهذا الوقت هذا. يعني انا ديما كنهضر لكم على السبعينات، يعني الهضره ديالي ديما تنركز لكم باقي في السبعينات، وغندخل لكم في واحد الموضوع ديال 82، يعني في هذه الحلقه ندخل لكم في واحد الموضوع ديال 82. يعني الناس تكرفصات يعني وسط الحبس تكرفصات، يعني الناس مشاجن تكرفصوا بزاف. يعني كان العلو راه عاودت لكم انا ديما العلو كنعاود لكم علو، لحقاش انا راه قلت لكم العلو شي 13 عام ولا 14 عام، يعني الناس تكرفصات فيه بزاف، وكان الزحام كان بزاف. ما نعاود لكم انا يعني تيحير لي الامر تنبغي نعاود، ولكني ديك الشيء اللي عشت فيه انا في العلو، يعني ماشي نقول لكم انا كنفتخر عليكم رانا مدوز العلو، ولا كنبين لكم راسي رانا مدوز العلو ولا هادي. يعني راه ديس راه كيعرفوه كاع الناس يعرفوه، لا ديما كنسمي لكم انا البلدان، اي مدينه مشيتي ليها يعني اي حبس انا راه ضاربه، لا يعني لما كنتش
في العاده راه صحاب جديده عارفيني، الا كنت في عين المهم راه صحاب السطات وديك النواحي عارفيني، صحاب مراكش يعني الناس كامله راه كتعرفني انا، ماشي ما كيعرفونيش. وماشي انا هادشي كنقول لكم كنفتخر لكم بما كنفتخر انا بحتى شي حاجه، يعني انا كندخل لكم على الموضوع اللي عشت فيه، يعني الناس يعني دازت عليها ودازت عليها مزيان. الا كان عيال الناس اللي تشدوا في السبعينات وتشدوا في الثمانينات، يعني هادو يعني راه هما اللي الناس اللي مدوزين التكرفيس والناس اللي مدوزين الحبس. الحبس زعما تنعاود لكم ماشي تنهضر لكم على الحبس ديال دابا، الحبس ديال دابا راه قلت لكم تطور. نخليو هذا الموضوع هذا، غنجيبكم واحد الموضوع يعني بلا ما نبقاو نهضروا على صحاب الغبره. ما عندنا كسار، بينت لكم ان المعيشه ديالهم مستشجن كيفاش تتكون. يعني غادي نمشي لكم دابا لواحد ثلاثه ديال الاشخاص، يعني هاد ثلاثه ديال الاشخاص اولاد فاس، يعني هاد ثلاثه الاشخاص اولاد فاس، يعني كانوا كيديروا واحد الدروغ كان كيتسمى الريبلوم. يعني هاد الريبلوم هادي كانت في الثمانينات، ودابا بالضبط في 82، يعني في 82 هاد ثلاثه ديال الاشخاص ولاد فاس يعني كانوا كيشريو واحد الكينه تيقولها الريبلوم. يعني هاد الريبلوم هادي راه يقدروا يعرفوها الناس قدام، يعني الناس قدام يقدروا يعرفوا هاد الريبلوم هادي. يعني دابا هاد الوقت هادي ما بقاتش، يعني منعوها في المغرب، ما بقاتش كدور في المغرب، يعني المغرب ما بقاتش كدور فيه الريبلوم من عند كليا. علاش؟ حيت وقعوا فيها مشاكل، وقعت فيها مشاكل كبيره، طاحوا فيها ارواح. يعني هاد الثلاثه هادو كيلبسوا مزيان، يعني تيدير كومبلي، داير الكرافاطة، لابس مزيان، تيشوف شي واحد تحتو فلوس صحيحة تيمشي يجلس حداه بساتيان، يبقى جالس حداه غادي كيهضر هو وياه، تيجبد الحلوى، واحد الحلوى تتكون صايبة على حقها وطريقها، يعني داك الشي في كرطونة زوينة على حقه وطريقه، تيشدو حداه هو كياكلها، تيمد داك اللي حداه وحده، ومدردر فيها الريبلوم اللي قلت لكم أنا مدردرها فيه بزيد، يعني كيديروها بزيد. علاش هذا الريبلوم؟ كتغيب بنادم على ظرف قسمين، يغيب بنادم كيما بغى يكون تغيبه. يعني كيعطيه حلوى السيد اللي حدا، تيشوف السيد بخير لابس مزيان مقاد مزيان، تيشدك حلوى كياكلها، يعني واحد الشويه تيغيب هذاك السيد تيقلبو، يعني اللي عطى الله عنده كيحيدولو، عنده فلوس اللي عنده كاع تحتو كيحيدها له، صافي تتوقف سات ايام تنزل في حالو، سات ايام تتزيد السيد راه ناعس. كاين اللي لقاوه ميت في سات ايام، كاين اللي لقاو ميت في التران، يعني حتى في التران كانوا كيديروا هذه العمليه هذه، كانوا كيديروا حتى في التران تيركبوا على حدا شي مراه عندها الذهب ولابسه مزيان ومقاده، كيمشي واحد تيجلس حداها، يعني كيبقى يهضر يالله يالله، شويه كيجبد حلوى كما كنقول لكم كياكلها، كيعطيها حلوى المراه كتحشم، كتشوف السيد يعني لابس مزيان، ما بيناش علو، يعني ما بينش علو حال تراه شفار، ما بين علو حال حتى شي حاجه، المراه مسكينه كتاكل داك الشيء. يعني البوليس حار لهم الامر، المسؤولين حار لهم الامر، كل مره يعني كيلقاو واحد غايب بلا دروغ، يعاود يلقاو واحد ميت بلا دروغ، وشويه المشاكل قوات. تعرف البوليس ديك الساعة اللي كنقول لكم أنا في 82، البوليس تحركوا، يعني تحركوا ملي تلقاو الناس شي في التران ميت، شي في الساتيام ميت، شي نقدر نقول لكم أنا خمسة ديال الأرواح الله يواتيهم برحمة الله هما اللي تصابوا ميتين في ذاك الوقت، هما اللي كينعسوا وكيدوهم السبيطار وهادي ودقوا لهم باري عادي يوقدوهم. هادوك أنا ما كنهضرش عليهم، أنا كنهضر على الموتى، كانوا خمسة. هو سيدي ملي بقى لانكيت ديال البوليس طاحوا عليهم فاس، يعني شدوهم، يعني تشدو هاد الدراري هادو جخوت ومعاهم واحد الشخص، ومعاهم واحد الشخص بلا ما نذكر هاد الشخص معاهم حتى هو، يعني هاد الشخص هذا بلا ما نذكر سميتو، بلا ما نذكر المهنه ديالو، بلا ما نذكر حتى حاجه، يعني شدوهم داروا انكيت ديالهم البوليس، لقاو داك الشيء ديال الريبلوم اللي كتعطى وهادي وهادي، يعني طالع منهم هاد المناتيف طالعه منهم. هو سيدي البوليس شدوهم قدموهم للعلو، يعني تقدموا للعلو، جابوهم دخلوهم عندنا كما قلت لكم في 82، يعني راه تبت راسي، يعني هاد المات اللي تعذر لكم هاد الواقع، يعني في 82 ايوا دخلوا معنا، يعني دخلوا معنا طلعوا من الشريفيان، ملي طلعوا الشريفيان
سولناهم مالكم، قال لك اودي راه الريبلوم كنا كنديروها في الحلوى هادي وعلاش كتكثروا؟ ديروا غير داك الشيء زعما حدو قدو، ديروا غير حبه ولا حبه ونص هادي، علاش تلحقوا البنادم كاع الموت وهادي وهادي؟ يعني الدراري حتى الصغر تيلعب دور مهم، يعني حتى الصغر غدرهم يعني كون كانوا بعقلهم وهادي ما غاديش يكثروا الكينه البشر، يعني يديروا غير حبه ولا جوج راه كافي الحال. الريبلوم انا اللي كعرف الحق ديال هذاك الوقت ديال السبعينات شنو هي الريبلوم. وبقاو هاد الاشخاص هادو معانا في العلو، وديك الساعات انا راه تنقول لكم رانا في شريفين، يعني دوزوا واحد المده ديال شي 7 شهور، واحد الشخص من هاد جوج الخوت خرج السبيطار برا، يعني خرج المره الاولى، خرج المره الثانيه، المره الثالثه هرب، يعني المره الثالثه هرب واحد، يعني بقاو جوج. وبقى هاد الشخص هذا اللي بغيت نبين لكم انا شكون هو هاد الشخص هذا، يعني بقاو حتى دازوا للمحكمه، يعني نخليو الشخص هرب فحالو هذاك، يعني واش تشد دابا الله اعلم، واش ما تشدش الله اعلم. لقاش انا هادشي كنقول لكم من السبعينات وانا ما بقى من الثمانينات، من 82، يعني ملي هرب السيد انا ديك الساعه خرجت عاود شديت عاود خرجت، يعني ما سمعتش راه تشد. الا تشد دابا حيت انا دابا راه بيني وبين الحبس تكون شي 17 عام، يعني 17 عام دابا الحبس انا ما بقيتش شتو كيداير. الا تشد راه تشد، الا باقي هارب راه باقي هارب. يعني قلت لكم مول الاعدام، يعني تهز مول الاعدام، يعني تهز دوز غير نهار لا غد هزوه، واللي عطاوه 30 ومول 20 بقاو معنا واحد الشهر ولا شهر ونص حتى هما تهزوه، يعني كلشي تهز السانترا. ونخليكم عاد تهزوا سانترا، نعاود نبقى لكم انا كنلعب عاود ثاني وسط العلو، وسط العلو عاود ثاني كاين عندنا اصدقاء ديالنا تمايا تتعرف ديك الساعة العلو، يعني راه أي واحد تعرفوه بدون ما نقول لكم أنا على العلو، وكان ديما أنا كنذكر لكم الأصدقاء ديالي كيكونوا وسط العلو، يعني بلا ما نبقى نسميهم ليكم، كل مرة نبقى نسمي لكم الدراري ما عندي علاش غنسميهم ليكم. كنا زعما كنعيشوا واحد العيشة يعني زوينة، ماشي نقولوا بحال مشاجن، يعني راه تنبين لكم يعني راه اللي تيكون تمايا شويه بصحته ولا يعني تيكون شويه فلوسه يعني تيكون تيعرف كيفاش يدوز حبسه. اما مسكين اللي ما عندوش راه تعاود لكم الناس اللي تكرفصات وشتا نهار تكرفص، يعني راه تيبقى فينا الحال. واخا حنا ما تنعاود لكم ديما ما تنتكرفصوش، يعني دوك الناس واخا تنجيبو داك الشيء تيبقى فينا الحال. وراه كاين الناس اللي كيعرفوا هذا الشيء هذا ديال المشاجن الازاز عليهم وسط العلو، يعني الناس تكرفصات، الناس كاين اللي ما نعش 10 ايام، كاين اللي ما نعش سيمانه، كاين اللي ما نعش 3 ايام، وكاين بعد واحد القضيه كاين اللي كينعس واقف، يعني كاين اللي كينعس واقف والله العظيم الا واقف وناعس، كاين كله وكيفاش المصير ديالو. على هاد الشجان انا اللي كنعاود لكم عليهم، كانوا معنا مساجن، يعني مساجن كانوا معنا ديك الوقت ماشي نكذب عليكم، كانوا مساجن يعني دراري قاصحين شويه ومزطين شويه، كانوا يعني راه قلت لكم كان معنا زعما ديال الدار البيضاء، كان معنا احمد الغول، كان معنا الياسمين، كان معنا يعني بلا بزاف ديال السميات، يعني واخا نبغي نذكر لكم هاد السميات ما يعرفهم حتى واحد. يعني الاصدقاء ديالي منهم طرابولطرا ديما كنجبدوا لكم منهم، يعني كما كتقولوا لي عاودنا يعني على الحاج، يعني الحاج الناس ديال الخزازنة، علاش ما باغيش نهضر على الحاج؟ يعني الناس ديال الخزازنة يسمحوا لي، يعني ما عنديش عليه شي معلومات، يعني المعلومات اللي عندي الحاج انا وهو كنت انا وياه يعني في المركب. انا دابا هضرت نقصت لكم عاوتاني المركب، علاش نقصت لكم المركب؟ حيت الناس بزاف تيقول لك هضرنا ودي ادريس على الحاج، عفاك ادي ادريس هضرنا على الحاج. انا دابا غنبين لكم علاش ما بغاش نهضر على الحاج، يعني الحاج يعني ما كانت عندي مع حتى شي علاقه، ما عندي مع الله واتيه برحمه الله ويسع له القبور في هذا النهار هذا، يعني الحاج مسكين ما كانت عندي معاه حتى علاقه على برا، يعني العلاقه اللي عندي انا وياه هي لاباس كي داير، يعني كنا كاملين في حيبه، يعني حيبه راه كيعرفوه الناس ديال السلا ولا المغرب كامل، اللي تشد في المركب راه كيعرف حيبه، يعني كنا تما في حيبه، انا كنت في الواحد هو كان في
ثلاثة، في ثلاثة كان، يعني ملي كيخرج نتلاقى انا وياه نتسالموه، هادي فلاكور ديك الساعة خدام، انا تعرف ديما كنخدم انا وسط الحاج، ما كنكونش جالس. هذا هو اللي عندي انا مع الحاج، والحاج يعني بنادم بلا ما يمشي بعيد عليه، الحاج راه ولد تيفلت، يعني خزاني راه ولد تيفلت، يعني وصديق ديالنا ماشي نافخو، ولكني ما عنديش عليه شي معلومات اللي نقدر نقولها لكم، يعني شي معلومات اللي نقدر نقول لكم على الحاج راه ما كايناش، يعني اسمحوا لي الناس اللي كيطلبوني نهضر على الحاج، يعني خصني نقول لكم شي حاجه اللي عارفها كاينه وعشت معاها انا وياه فيها نقدر نعاود لكم عليه، ولكني اسمحوا لي اللي بيني وبين الحاج هو هذا، الله يواتيه برحمه الله مسكين، والله يذكره يعني وسع له القبور في هذا النهار هذا، يعني حنا غير نجبدوا الهضره، علاش اي واحد تيقول لي هضرنا على الحاجه هذه ديس، ماشي ما باش هضرنا على الحاج، انا دابا فهمتكم الحاج علاش بغيت نهضر عليه، خصني نهضر على شي حاجه اللي كنعرفها صحيح وكنعرفها كاينه، يعني خصني نركز معاكم، يعني نقول لكم شي حاجه اللي كاينه صحيح. وعاود تاني يا سيدي، كان الناس عاود هضروا لي على بزاف ديال الناس، هضر عليهم يعني هضروا لي على الناس ديال المكانسه، يعني المكانسه يعني مدوزين معايا كاملين الحبس، المكانسه كاع الدراري الحباسه ديال المكانسه راه كيعرفوني، يعني كنت معاهم في تولال، اللي ما كانش معايا في تولال كان معايا في العلو، اللي ما كانش معايا في العلو كان معايا في وطيطه، اللي ما كانش معايا في وطيطه كان معايا في عين مؤمن، يعني هادشي اللي كنقول لكم انا، الا بغيت نعاود على شي واحد خصني نكون مدوز معاه، خصني نكون جالس انا وياه، خصني نكون يعني عارف اشنا هو داك السيد، يعني داك الشيء اللي كنحكي انا خصني نكون مضبطو، ما الحاج الله يواتيه برحمه الله، رانا قلت لكم الناس ديال الخزازنه وسمحوا لي، وانا ذكرت لكم دابا علاش ما بغيتش نهضر لكم على الحاج، يعني الله يواتيه برحمه الله، هذا هو السبب اللي جعلني تنبغيش نذكر لكم على الحاج، لحقاش ما عمرنا تمشينا برا في الزنقه، ما عمرني جلست انا وياه باش غادي نعاود لكم انا عليه الله يواتيه برحمه الله، والحاج راه ولد تيفلت، يعني خزاني راه ولد تيفلت، باش حيت انا بنادم قال كير قلنا الحاج منين، انا بينت لكم الناس اللي كتقولوا الحاج مني راه الحاج ولد تيفلت، واخا خزاني راه محسوب على تيفلت لا اين، وعاود نجيو للناس شحال واحد تيهضر ليا ودي هضرنا على فلان، راه ماشي ما بغيتش نهضر لكم انا على فلان، راه نهضر لكم انا على اي واحد، ولكن ما غاديش نهضر على اي واحد من ديتي راسي، خصني نهضر لكم انا داك الشيء صحيح، خص شي واحد يكون عايش معايا بحال الدراري تيكونوا عايشين معايا كنحكي لكم عليهم، بحال الناس اللي تيكونوا مدوزين معايا كنحكي لكم عليهم، بحال بزاف ديال الفيديوهات صنطوا ليا كنحكي شي حاجه اللي مدوزها، وشي واحد اللي كان معايا اما نوض نبدا نهضر، راه ما عندي ما ندير بالهضره اللي ما كنعرفهاش، ولا شي واحد يعني قال لي هضر على فلان وما هضرتش عليه، يعني بلا ما يبقى يعي راسو معايا انا، راه ما مدوزش معايا، انا شي هضروا لي على شي واحد اللي مدوز معايا، مدوزين معايا ولاد الرباط، مدوزين معايا ولاد سله، مدوزين معايا ولاد قنيطره، مدوزين معايا ولاد تماره، مدوزين معايا ولاد الكاموني، مدوز معايا تقريبا المغرب كامل، مدوز معايا. نحكي لكم على اي واحد، ولكن نحكي لكم على اي واحد في الحدود، يعني وسط الحبس، يعني اي واحد نهضر معكم عليه وسط الحبس، اما نعاود لكم القصه ديالو على برا وهادي وهادي، يعني لا، انا كنعيش مع الواقع، يعني كنعيش مع الناس اللي عشت معاهم، بحال الناس اللي كان نجبد لكم في الفيديوهات ديالي ودوزت معاهم ودرت معاهم وتركت معاهم، هذاك الشيء صحيح، اما هادو اللي كتقولوا لي هضرنا على فلان ولا هضرنا على فلان، ماشي ما بغيتش نهضر عليهم، يعني انا خصني نعرف الصراحه، خصني نعرف يعني المعلومات ديالو، خصو يكون معايا، خصني نكون تنستشر انا وياه، بزاف ديال الواجبات اللي خصني نكون بيني وبينه. ودابا الحلقة كانت توها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.